ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تزداد بشكل متصاعد ضد الصيادين الفلسطينيين، تتمثل بتضييق المساحة وإطلاق النار واعتقالات. في هذا العام كان ما يزيد عن 130 صياد تم اعتقالهم، 4 منهم حتى هذه اللحظة لم يعودوا إلى بيوتهم. هناك ما يزيد عن 37 قارب، منها قوارب كبيرة تم مصادرتها وموقوفة، يعني هناك عائلات تفقد وسيلة الرزق. هناك تضييق وسرقة شباك ومعدات. آخر هذه الأحداث التي حصلت هذه الليلة دهس قارب، وهذه ممارسة إسرائيلية جديدة وتعسف إسرائيلي ضد الصياد الفلسطيني. هناك دهس قارب كبير، وكان على متنه الصياد محمد أحمد جميل الهسي، لم يعثر عليه حتى هذه اللحظة. نتمنى أن يكون على قيد الحياة، ولكن هذه الممارسات يجب أن تنتهي، ونطالب المجتمع الدولي بأكمله، الأمم المتحدة، كل المؤسسات الحقوقية في العالم أن تضغط على إسرائيل بكف يدها عن هذه الممارسات وملاحقة الصياد الفلسطيني. قمنا بهذا المؤتمر لإيضاح للعالم مدى هذه الممارسات وتعسفها وصعوبتها ضد الصياد الذي فقط يريد التقاط لقمة العيش له ولأسرته. ولذلك قرر الصيادين بتوقيف وتعليق البحر اليوم وغدا لاحتجاجا على الممارسات الإسرائيلية وتضامنا مع الصياد الفلسطيني وآل الهسي.